السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شباب. تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. كم يا رب. الله يسلمك. في سؤال شيخ مصطفى، في شخص دلوقتي في حاجة بتشجعه على فعل الطاعات وبتخليه ما يعملش معاصي سبحان الله، يعني فهل ده ممكن يكون من القرين ولا نفسه ولا الجن المسلم بيساعده؟ أنت قرينك مسلم يعني؟ قرينك ابن حلال طيب؟ بيشجعنا على الطاعة وبينهينا عن المعصية سبحان الله. يعني سبحان الله، يعني الشيطان بقى أصبح شيطانك أنت على وجه الخصوص شيطان صالح ويحثك على الطاعة، تقصد كده يعني؟ ينفع. نعم نعم، يعني بيشجعه على الصلاة، لما عايز يشوف حاجة وحشة بيقول له، يعني بينها يعني زي شوف العفريت بيأذي قلبه. شوف هذا العفريت أنت تراه؟ لا لا، من غير رؤية فقط إلهام نفسي. يعني من قال لك إنه الإلهام هذا من العفريت؟ ما أنا أسألك عشان أعرف بس. والله الهادي هو الله الذي يهدينا. نعم. اللهم اهدني، اللهم اهدني. نعم. لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. نعم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نعم. أولئك هم الراشدون، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يسرى. نعم. نهيئه لعمل الخير، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. صح؟ نعم صح. جزاكم الله خير. خير. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. سبحانه وتعالى. الله يكرمك. جزاكم الله خير. وإياكم، الله يحفظكم. السلام عليكم. السلام عليكم.